إذن دعينا نبدأ بزيارة العناية المركز المواليد موجودة في الطابق الأول في المصحة. إذن هذا هو باب الدخول الرئيسي مقابله قاعة الولادة ومقابله من الجهة الأخرى جناح العمليات. إياك يعود العناية قريب من مكان الولادة ومكان غرف العمليات إذا احتاج لعد فيه ولادة محتاجة الولد محتاج للإنعاش. ندخل من الباب الرئيسي. السلام عليكم. إذا هذا هو الباب الذي ندخل منه العناية المركزة. السابقة كم إجراءات تتخذ من أجل تفادي أي التهاب، لأنه هو الهاجس الرئيسي للعناية المركزة هو الالتهابات. المواليد معروف عنهم شريحة من الأطفال اللي معرضين للالتهابات، ومعروف عن الالتهابات في المجال الصحي أكثر شيء ينقلها هو اليدين، ولذلك نحن نركز هون على غسيل اليدين قبل دخول العناية المركزة. أي حد لا يدخل العناية المركزة سواء كان من عمال الصحة وسواء كان من الزوار الأم أو الأب ضروري يؤخذ من هون، إياك يحترم ذي التعليمات. إذا نبدل بعد كذا نعيد، لكن عايز خاصين بالدخول. من سمح عمال الصحه نقلوا عن البلوز الرئيسي، هكذا عندنا تركي قصير كانت حد يغسل يديه بدون انه يدخل بلوز داخل العنايه المركزه. هذه مغاسيل جراحيه عاده تعود في غرف العمليات وتعود كذلك في العنايه المركزه من اجل عن غسيل اليدين صابون مباشره بصوره اوتوماتيكيه، والماء كذلك لنشوف عنه بعض هذه بصورة أوتوماتيكية. إذا ركزوا على غسيل اليدين، لأنه كي قلت 80% على الأقل من الالتهابات اللي تجي تصيب المواليد هي ناتجة عن جراثيم منقولة عن طريق لمس باليدين. عقب ذلك كان ماني محتاج نلمس الماء بيدية، لكن تو مباشرة بصورة أوتوماتيكية مغسل يطلع سلي الماء بدون عني نمسه بيدي. من يبوت نغسل عني الصابون بصورة أوتوماتيكية كذلك مناديل تعود نشه بيها بيدين سابق ندخل غرفة العناية المركزة. الكلام ضروري عندنا في لمس، لأنه أي لمس لا يعرض اليدين من جديد للتلوث بالجرائم. أصبحت جاهز للدخول، يعني ندخلوا في العناية المركزة. طبعا بما مدولهم بالشكل ياك عود ما ضروري كذلك يكردهم حد بيده ولا يجي يعجنهم مرفقه مثلا يفتحهم بدون عنه يلمسهم بيديه. يعني كي قلت نأكد عليها أي لمس باليدين عرض التلوث اليدين. العناية المركزة ضروري عن عود بها ممرض 24 على مدار الساعة، بل أكثر من ذلك على مدار الدقيقة. ما يعطوا يأخذ هون غرفة العناية المركزة ممرض، وكذلك ما يعود أي ممرض، يعود ممرض عنده خبرة وعنده تكوين على المواليد وإنعاش المواليد، لأنهم هما شريحة خاصة جدا وجميع علاجها وجميع التكفل بها يتطلب تكوين خاص ويتطلب إجراءات خاصة، وهذا من ضروري عن الأطباء الموجودين فيها المشرفين عليها والممرضين اللي يشتغلوا فيها، عندهم شهادات خاصة، وطبيب أطفال وعنده شهادات خاصة في إنعاش الموارد. هذا بالنسبة للطبيب المشرف عليها. وبالنسبة للممرضين ضروري عن الممرض عندهم تكوين في المجال ده. ما هو أي ممرض يتحدث يجيبه ويدخله يقول له تبارك مع عالج الممرض. هذه رواية أساسية. إذا نحن الآن في الغرفة فيها حاضنات، وهذه الحاضنات بالنسبة للحاضنات الموجودة عندنا تبرع عنها حاضنات جيدة، لأنها الهدف منها أولا هو أنها تعطي درجة حرارة مناسبة للطفل، إياك ما يدقق درجة حرارته
وكذلك تحميه من التلوث الخارجي، وزيادة على ذلك عنها عند بعض المعطيات اللي تعطيهم انه ضروري مراقبة الوليد، منها مثلا درجة حرارة، ومنها مستوى الأكسجين في الدم، ومنها نبضات القلب، وعنده خصوصية هذه الحاضنات عندنا عنها بلمس زر يمكن أعطينا عن نجبره مباشرة وزن الطفل بدون أن مخضوب وتلاون وزنه على ميزان خارج الحاضنة اللي مسائل قد تعرضه للتلوث والإصابة بالجراثيم. يعني أؤكد هون عن الهاجس الأساسي هو الحد ومحاربة الالتهابات. إذا هذه الميزات اللي عندها ميزات أساسية تجعل عن الطفل داخلها بدون أنه تنبره درجة حرارة بالمقياس، وبدون أنه وقت حد ياكل وزنه، وبدون أنه يقبل حد صناته ويدخلها له ياكل يقبل يعرف نبضات قلبه، وبدون أنه يدير له جهاز هذا الجهاز مالنا خاص بهذه المعطيات، غير هذه الحاضنة تعطينا هذه المعطيات بالجهاز كاملة بدون أن عود نقبل الجهاز وندخله الحاضنة ونعرضه لطيف للتلوث ونعرضه للإصابة والالتهابات، وكذلك ملي نزعجه اللي هو إزعاج، كذلك إزعاج الموارد في الحاضنة الحد منه يعتبر ضروري من أجل التكفل بهم. إذا المعطيات كاملة نجبرها بصورة خارجية بهي الشاشة بدون أننا عدم التدخل داخل هي. وكذلك من ميزاتها عنها بإمكاننا أن ندير الأكسجين مباشرة فيها هي، ويجبر منه هو الكمية الضرورية بدون أن كذلك نقبل جهاز أكسجين خارجي وندخله عليه، وهذا كامل يعرضه للالتهابات. بإضافة الحاضنة هون عندنا هذا مثلا هذا مولود اللي ورك تقريبا 17 يوم محجوز هون، وجاء نقص هو خديج اللي هو ذو شاشة يخرج منهم لاحقين، والورك 17 يوم الحمد لله يبدأ يتحسن، ومتوقع أنه خلال الأسبوع نهاية الأسبوع إن شاء الله يوخى عن الحاضنة. بإضافة الحاضنة عندنا كيف قلت هذه الأجهزة المراقبة تعطينا المؤشرات الأساسية المراقبة، ما فيها الضغط، ما فيها الأكسجين بالدم، ما فيها نبضات، ما فيها درجة حرارة، ما فيها عدد كذلك نبضات القلب ونبضات التنفس. عندنا هذا الجهاز هذا عبارة عن 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 عن, عن أشعة تستخدم لليرقان، اليرقان اللي هو الأصفار اللي خلق الشاشة الصغيرين، وهذه فيها بعض الأشياء أشعة خاصة لمعالجة ذاك اليرقان. عندنا كذلك من بالوحدة غازات مركزية موجودة في المصحة كاملة، ما فيها الهواء الطبي، وما فيها الطاقة السلبي اللي بإمكانه أن نسحب السوائل مباشرة ما نستخدمه لجهاز كهربائي، وكذلك الأكسجين كله مركزي وقت اللي احتجنا لشيء منه نديروا عليه الجهاز مباشرة ونستخدمه. عندنا كذلك هون هذا الطاولة الخاصة بالإنعاش فيها جميع الأدوية وجميع المستلزمات اللي نقدر نحتاجه لها وقت الإنعاش، لأن وقت الإنعاش الإنسان ما عنده الوقت اللي يمشي يلوذ ويعطوا عودة كامل قضية ثواني، يقصد تدخل عود خلال ثواني، ومنين عود ما هو جاهز ولا هو متوقع على كامل اللي قد يحتاج له له يضيع عليه الوقت، وقد قاع ما يجبر المستلزمات ولا الأدوية في الوقت المناسب وربما تفوت الفرصة. طبعا هذا الجهاز كذلك يسمح لنا أن نعطي السوائل المناسبة للوليد، لأن تعلق الدقة هذا التقليدي ما يجد عدد للشير خلاقة، لأنه محتاج كمية قليلة من السوائل، وضروري على تعود مثلا كيف هذا اللي لا مازال مجهول، هذا فات نقلع عنه، هذا اللي جاي يامس اللي زاد هو مو لاحق مازال مجهول، هذه الجهاز الكهربائي اللي بإمكانه أن يرقله على كل ساعة كم يرتجي فيها من مليليتر.
هذا هو جهاز الأكسجين إلى حال احتاجنا له، جهاز خارجي حد يستخدمه. من ميزات كذلك إنعاش المواليد عنه ما يظل يستخدم أي جهاز المريضين. مثلا هذا المريض عنده الصناتة مدين، يظل الصناتة ما تستخدم المريض آخر، هذا كل مريض عنده صناته وعاد عنده مقياس حرارته إلى حد يقيسه، ولا يقدر نهائيا يعمل جهاز هون ويقضوا يعملوا جهاز آخر. وفي حالة طبيب والله ممرض عالج واحد منهم ودخل ممسه نهائيا ما يقدر يمس الآخر، ما هو لين يخل قدام يغسل يديه بالصابون ويرجع من جديد للمس الآخر. هذا الجهاز هو جهاز تنفس اصطناعي، حالة عادة عجز تنفسي للطفل لا يندال أنبوب في الجهاز التنفسي ويندالوا هذا الجهاز من أجل أنه يقوم دور تنفس اللي هو ما هو قاعد يقوم به. هذه طاولة الإنعاش فيها عدد من الميزات، عنا فيها الضوء اللي خاص باليرقان حالة المريض يحتاج له، وهي مسخنة تعطي درجة حرارة مناسبة، وعادة يندال عليها المريض اللي ما هات عاد حالة مستقرة. السبب يندار مثلا في الحاضنة لا يندار عليها هي، لأنه تعدل الإجراءات الأولية استقر حالته، ما حد يحول شور الحاضنة إلى عاد من الضروري عن العود فيها. وعندها ميزات، عنها عندها جهاز هون لاصق فيها من أجل التنفس لعاد فيها فشل تنفسي، وفيها كذلك جهاز مصاحب فيه الغازات، فيه سحب الضغط السلبي، وفيه الأكسجين اللي احتاجنا له نعمله للمريض. كذلك عندنا جهاز الأشعة محمول، وهذا مهم جدا بالإنعاش، مهم جدا أنه يعد موجود، لأنه لاحظنا أنه عدله راديو كشف أشعة نقدر نعدله مباشرة في الحاضنة بدون أن نوخو المريض متلاو نردو شور مركز الأشعة من اللي عرضوا للتلوث ويعرضوا لانخفاض درجة حرارة، وهذا معروف عنها عوامل خطيرة على المولود. إذا نحتاج نعمله مباشرة وبدون أن نوخو المريض من 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 الحاضنة. كذلك هون مراقبة بالفيديو، هاي القاعات فيها فيديو، يمكن مثلا الطبيب اللي مشرف عليه عنده مكتبه يراقب الحالة هون، ويراقب كان العمال يلتزموا بالتعليمات، وكان الأمهات من يدخلوا يلتزموا بالتعليمات اللي تنقالهم من أجل حد من الالتهابات، وأي طارئ يطرأ يمكن عنه يتدخل عن طريق تليفون مباشر بينه مع الطاقم الموجود هون. أعتقد عن هذه هي تقريبا الميزات الأساسية لهذه الوحدة. طبعا هي مسألة مازالت طارئة، مازالت متأخرة، مازلنا متأخرين فيها قضية إنعاش المواليد، ويتطلب ياسر من الأجهزة وياسر من المستلزمات وياسر من العس، وهذا مكلف ماديا وبشريا للمصحات. ونحن هون مولي عندنا ميزة، عن المريض يعود موجود معها، قد يعود موجود معها 24 ساعة مرافق، إما الأم يقول نختاره من تعود قاعدة حدا، والله كذلك حد من الأسرة. طبعا عنده شمن الإجراءات الاحتياطية نقولها له ويحترمها، ونختاره قاعد يتم دائما موجود من أجل مراقبة معنا المريض، من أجل اطلاعه على تطورات حالته الصحية، وكذلك من أجل أنه يفهم مثلا الثمن الغالي، الثمن الكبير اللي تدفع المنشآت الصحية من أجل علاج هذه الشريحة من المرضى.